حرام اوتو برضو النهارده مع الحاج مصطفى، وهنتكلم تكمله للضفيره، يعني الجزء الثاني ليها. ايه هي الكتاوت وايه وظيفتها والفيوزات، ونعرفها ايه المفروض نركبه وايه اللي ما نركبوش. مع الحاج مصطفى، السلام عليكم. قول لنا بقى يا حاج مصطفى، ايه موضوع الكتاوت ده او ايه وظيفه الكتاوت؟ الكتاوت ده بيبين الكهرباء عمومي، بياخد اشاره من المفتاح ينقل الكهرباء عمومي للشيء، للمرش مثلا، لكلاكس، للنور. بيدي كهرباء للموتور، هو بس ناقل حركه، ناقل كهرباء، ناقل كهرباء، هو ناقل كهرباء فقط، او ناقل عمومي او ناقل ارضي فقط، مش اكتر ولا اقل. طب هو هو ساعات يا حاج مصطفى نلاقيه مش ما بيطلعش من مكانه، سايح او سايح، تمام، ده ليه؟ هقول لحضرتك. اولا ساعات الكتاوت، هو ده الكتاوت، ده كتاوت بالاشكال المختلفه. في يعني اشكال مختلفه كتير، تمام. ده اولا ساعات بيبقى كتاوت مش اصلي، بيبقى مضروب فبيسيح مع السخونيه، تلاقيه بيسيح وياثر على ايه؟ بيسيح، ممكن يعمل قفله، يعمل لك قفله خالص، ممكن يعمل قفله وممكن يقطع، يا يعمل قفله يا يقطع، تمام. بس وقتها لما يعمل قفله لازم الفيوز يضرب، لو الفيوز ما ضربش يبقى انا حاطط فيوز شديد، المفروض الفابريكا مثلا بتديني فيوز 10 امبير او 15 امبير. اعرف منين بقى ال 10 وال 15؟ بيبقى مكتوب عليه، مكتوب على الفيوز نفسه، بيبقى مكتوب عليه، تمام. تمام. في بقى واحد مننا يجي يستنصح ويقوم حاطط فيوز 30 امبير، لما كتاوت يعمل قفله الفيوز مش يضرب، بيولع الضفيرة على طول، يولع في الضفيرة، يولع الضفيرة على طول ويسيح مكانه في علبة الفيوزات. ده عشان حطيت، يعني هو كل حاجة ليها رقمها، ليها رقمها، ليها القيمة بتاعتها كأمبير، تمام. 15 أمبير، 10 أمبير، الكلام ده كله، تمام. لو أنا حطيت أعلى، استنصحته وحطيت أعلى، يبقى أنا مش أحسن من الشركة اللي بتصنع، أنا مش عادل عليه ومصنع، تمام. بحط الفيوز 10 أمبير زي ما هم طالبين، لو حطيت 30 الضفيرة بتولع وبيسيح علبة الفيوزات، علبة الفيوزات بتسيح رخم، تمام. وبناء عليه لازم احط القيمة بتاعته اللي هو الشركة طلبها، 10 امبير، 15 امبير، يعني اللي مكتوب عليه هو احطه بالظبط. بالظبط يا باشا. يعني لو الواحد عايز يغير هو الفيوز بنفسه، نفس الامبير بالظبط، هيبقى معاه فيوزات، الكارتيلة دي ولا لا؟ الكارت اللي بيتباع في السوق صيني، لما بحط الفيوز الصيني بيقعد يلعب مكانه فبيسيح ويسيح حواليه كمان، وبناء عليه ده لو صيني، لو صيني. طب والواحد يعرف الصيني من الاصل ازاي؟ ما هو بيبقى معروف، بيباع في السوق، يعني بيقول لك ده صيني، ده وده صيني، وده تركي، وده ايطالي كده، يعني هو اللي بيباع لك، بيقول لك ده نوعه صيني، ده نوعه تركي، ده نوعه والخامه نفسها بتبان. طب هتقول لي هنا ايه بقى، يعني نوضح للناس هنا، دي مجموعة فيوزات، دي علبة فيوزات، علبة فيوزات، تمام. لو الفيوز صيني بيتحط مكان ده مثلا، بيسيح حواليه، فبيسيح العلبة وبيبوظها بسبب ان هو خمس بالة، تمام. ونفس نفس الكلام في كتاوت، لو كتاوت، الكتاوت ده امريكي مثلا او فرنساوي، لو كتاوت مش اصلي بيسيح وبيسيح حواليه برضه، زي ما واضح برضو والحاج مصطفى بيكلمنا، يعني كل فيوز مكتوب عليه الرقم بتاعه، ودي كمان الغطاء بتاع علبة الفيوزات مكتوب عليها كمان، تمام. تمام.